تواجدنا اليوم في عمان لحضور اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية جدا مهم للإعلان عن مشاريع بقيمة مليارين دولار أمريكي في قطاعات متعددة. اليوم من خلال هذه الشراكة البحرين تدخل مجال صناعة السيارات الكهربائية عبر توريد الألمنيوم من خلال شركة غارمكو مع مصانع إماراتية وأردنية ومصرية، بالإضافة للإعلان عن مشاريع في صناعات الدوائية لمصنعي ألفا بايوتك وغلف بايوتك. التكامل الصناعي يعتبر ضمن ركائز استراتيجية لقطاع الصناعة في السنين من 2022 إلى 26، واللي بالطبع راح يساهم في زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات.